السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لدرس طرق توصيل المكثفات في كتاب الفيزياء صف 12 الفصل الدراسي الأول وبالتحديد في الصفحة 34، تعرض الكتاب إلى طرق توصيل المكثفات على التوازي. فكما هو واضح في هذا الشكل، هكذا يكون ترتيب المكثفات الموصلة على التوازي، بحيث أن الألواح طبعا اليمنى للمكثفات الثلاثة تكون مشحونة بشحنة سالبة لأنها متصلة بالطرف السالب، والألواح اليسرى للمكثفات الثلاثة تكون مشحونة بشحنة موجبة لأنها متصلة بالطرف الموجب. ثانيا، بالنسبة للمعادلة العامة لحساب السعة المكافئة للمكثفات الموصلة على التوازي، طبعا نشاهد هنا قيمة C1 5 بيكو فاراد، C2 3 بيكو فاراد، C3 1 بيكو فاراد. لنشاهد طبعا السعة المكافئة C equals، نلاحظ أنها 9 بيكو فاراد، أي بمعنى أن C equals هنا نستطيع إيجادها عن طريق طبعا ناتج جمع C1 زائد C2 زائد C3. بالنسبة لفرق الجهد، طبعا بالنسبة لفرق الجهد عبر كل مكثف من المكثفات الثلاثة سيكون هو نفس جهد البطارية. طبعا هنا جهد البطارية 2 فولت، نجد بأن الـ V1 فرق الجهد عبر المكثف الأول عبر المكثف الثاني وعبر المكثف الثالث نجد بأنه متساوي 2 فولت، لأنه نفس طبعا جهد البطارية. لو غيرنا جهد البطارية مثلا إلى 5 فولت، نجد بأن فرق الجهد أيضا سيكون 5 فولت. إذا هنا فرق الجهد عبر كل مكثف من المكثفات الثلاثة الموصل على التوازي سيكون هو نفس جهد البطارية. بالنسبة لكمية الشحنة الكلية، بالنسبة لكمية الشحنة الكلية طبعا هنا ستكون عبارة عن مجموع Q1 مع Q2 زائد Q3، فبمعنى ذلك أن الشحنة هنا تتوزع على المكثفات الثلاثة. نجد مثلا كمية الشحنة على C1 مقداره 25 بيكو كولوم، وعلى C2 15 بيكو كولوم، وعلى C3 يكون 5 بيكو كولوم. إذن هنا الشحنة تتوزع في طريقة التوصيل على التوازي. هذا بالنسبة لتوصيل المكثفات على التوازي. نريد أن ننوه بأنه طبعا بالإمكان أن تتساوى هنا Q1 مع Q2 مع Q3 في حالة واحدة، عندما طبعا تتساوى سعات المكثفات الثلاث. فمثلا هذا المكثف الآن سعته 3 بيكو فاراد، والثاني كذلك، وطبعا الثالث 3 بيكو فاراد. فبما أن السعات متساوية، نجد كذلك بأن الـ Q3 متساوي مع الـ Q2 متساوي مع الـ Q1، ولكن كمية الشحنة الكلية هنا سوف تكون عبارة عن Q1 زائد Q2 زائد Q3. ولكن بالنسبة لفرق الجهد، فرق الجهد بالنسبة للمكثفات الثلاث هو نفس فرق جهد البطارية، بمعنى أن فرق الجهد الكلي هنا هو جهد البطارية 5 فولت. هذا للتوضيح، ونتمنى لكم طبعا الفائدة من هذا المقطع. تابعونا طبعا لمعرفة المزيد حول طرق توصيل المكثفات على التوالي.